فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى في مسجد فيه قبر، يقول: القبر داخل سور المسجد، هل تصح صلاته؟ لا، لا تجوز الصلاة عند القبور ولا إليها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز هذا. المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه، لأنه ليس مسجدا لله، وإنما هو مشهد تعظيم هذا الميت أو التبرك به، ما يجوز هذا. ولا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في آخر رمقه عليه الصلاة والسلام، آخر حياته يوصي بهذا. نعم، ونقول المساجد ما يخالف يحط له قبور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.